يعتبر النادي الأهلي بوابة أي لاعب لدخول عالم الشهرة والمجد بالساحرة المستديرة لما للمارد الأحمر من تاريخ كبير وبطولات. أحمد نخلة هو أحد النجوم الذين دافعوا عن ألوان قلعة الجزيرة، حيث نجح في تقديم مستوى رائع ليحفر اسمه في أذهان عشاق وجماهير كتيبة الشياطين الحمر بفضل أهدافه الحاسمة. أحمد السيد أحمد النعماني والملقب بأحمد نخلة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي في فترة التسعينات، حيث لعب لصفوف القلعة الحمراء عامين فقط من عام 1995 إلى 1997، فهو الظهير الأيسر الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأحمر قادما من نادي المقاولون العرب بعد أن لعب ضمن صفوف الأخير لمدة 6 مواسم. يعتبر نخلة أفضل ظهير أيسر في الكرة المصرية عام 1993، وأحد اللاعبين الذين تسببت الإصابة في رحيله مبكرا عن الأهلي رغم بدايته القوية مع الفريق. وعلى الرغم أنه شارك مع الفريق لمدة 2 موسمين فقط، إلا أنه أحرز معه 5 بطولات في 2 موسمين، وهم بطولتان للدوري المصري وبطولة كأس سوبر، إضافة إلى بطولة النخبة العربية ولقب كأس مصر. بعد مشواره القصير مع الأحمر انتقل أحمد النعماني الملقب داخل جدران النادي الأهلي بنخلة الذهبي أو النفاثة إلى فريق المصري البورسعيدي، قبل أن ينتقل لخوض تجربة أخرى مع نادي بلدية المحلة، ثم اتجه إلى مجال التدريب وخاض عددا من التجارب في دولة الكويت التي استمر فيها لمدة 11 عاما، لعل أبرزها حينما كان يتولى منصب المدرب العام لفريق التضامن الكويتي.